هو مال زوجتي اللي طفيت اياه مال التجميل قبل شوي. يلا حبيبي استعجل شوي. مال التجميل مال فيلر وشغلات مسويتها. يما اريد مال المفاصل علاج. شبيت شبع هو هو شبع مو عندك علاقه الكبرى بالبيت. يما ما عندي خلص علاجي خلص يا يما. جد 150 يوم تبعوض على بعض 150 على مود المفاصل دواي مال المفاصل مال السكر ما تاخذ لي اياه ليش ماما ليش الله خليك تحزيتين ما خزيتك ما جات ما اخذت مرتك مو خلص علاج مرتك يا اخي علاج علاج هكذا علاج هكذا ما عندي لا خاله ما علاج هكذا ما عندي والله خلص شو تحجي شو مال المفاصل خارج لي يعني من لا تطيع رحمة الوالدك ما تمشيني من على طول هاي مرته مسوية عملية ووقف وقف وقف وتنا وقف ما بيا حل ما بدي أصلاً عليش لا تجيب وتخلي بحق الله يمه ما خير بعد شو 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 حطك مجلس بيا شو سوي بيا بابا يمه هو ما مسوي هو خدمته وخدمه مرته هذا مال المفاصل هذا صحيح مالك العلاقة عليها ها انا فيها فلوس شنو على الفلوس شو هذا الحكي دار على ابوي مو عيب يا امك غلطت تبل عليك صارت اللي هذه حقك ما تدري شو مسوي شنو حقك هذا سوى امك هاي غلطت تبل صارت عليك عيب هذا رشا باطل عيب عيب هذا حتى شيء امك اخي يعني اذا صحيتي مو عيب صحيتي شنو تحكي بابا يا امك امك هاي ادري شو مسوي بابا عيب صيح على امك هاي عيب شلون صيح على امك شلون صيح عليه شلون صيح عليه مو عيب هاي امك ربتك وسويت شغله هاي مديتني بالبيت شنو مديتك؟ شنو مديتك؟ شنو تريد تتعارك؟ شنو مديتك؟ بابا عيب هاي امك مو عيب قدام امك صحيح على امك ربتك وتعبت عليك وسهرت الليالي هذا الحكي جاز وياك ايه هذا العلاج حبيبي انا اخذه على حسابي انا اخذه على حسابي قد حسابها انا اخذه لا صحيح على امك قدام العالم عيب انت مشيب عيب اصيح عليك انا قدام العالم صيح عليك انت مثل ما بتعمل شنو مشيب ترى عيب هالشيب هذاك عيب صيح على امك امك مرات كبيره عيب شوي استحي صحيح عيب عليك شنو تحت عيب عليك غصب عنك تاخذ له جوا هاي امي شو ذيارة خذ مش خالص راح ندفع اطلع برا اطلع برا يلا اطلع برا يلا مش اطلع اطلع برا مش ادفع له حساب كله غير اخذ زين اطلع برا غير اخذ امي اطلع برا اعطيه الحساب اطلع برا اطلع اطلع يلا اطلع خلا 5000 مال ابن مرته 150 وراحت بسيطة 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 تحيتي تحيتي 5000 اطلع برا اطلع خطيكتني بالبيت شنو قلت لك؟ قتلني بالبيت وعلى سقطه لا ضل حق الحسين عبدك لعبه عليه على شنو صار علي من؟ لا ضل صايح على مره مره كبيره عيب مره امك انا امه ترى عيب لا ضل صايح على امه عيب مره كبيره احترمها افتهمت لا ما افتهمت تستحق هذا ب 5000 دينار ما تستحي مو عيب شنو ب 5 ايش دعوه ب 1000 دينار شنو ب 1000 دينار روح انت يا ابو الالف يا معود ب 1000 دينار شنو ابو الخمسه بالطياره؟ اطلع برا حسابها موجود الولد راح ياخذهن الولد راح ياخذهن لا تدفع اطلع برا اطلع راح تسوي لي مشكله بالبيت تسبب لي مشكله انا راح اسبب لي مشكله راح اطلع برا ليش هسه انت مشكور وما قصرت وانت راح ما يخالف راح اقول لك سبح هسه مو سبح انا امي حبيبي امك تحترمها امك على عيني وعلى راسي امك تحترمها ربك وشرفك افتهمت زين افتهم صدق ما شو هذا صار بعد جامع شو برك صار تم لا ما افتهمت يلا اطلع بس مره اطلع برا اطلع برا يا اخي علاجي يا عم اطلع برا هذا بس مره خبطتيني ليش خبطتيني خجيتيني الولد اخذ مره اخذ مره مره اخذ مره راح اصرف غير تصرف يا اخي كم انت راح اصرف غير تصرف راح اضربك قدام العالم راح اضربك قدام العالم تعي هاني مثلا اتهمت راح اضربك نزل نزل راح اضربك نزل راح اخليك ما عليه حق نفسك ما عليه انا اعطيه لا افتح لك ساعه قدام العالم افتهمت لا ما افتهمت افتهمت انا صايح انا ضارب قدام العالم افتك افتهمت انا افتك من عمسك انا صايح على امك زين افتهمت انا ما افتهمت ما تستحي مقلب شنو توقف على الصح وخر عمي وخر 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 لا شو قدام العالم سويت بيه مشاركة لا عمي لا محترم هذا الحكي امك ربته جابت عليك لا اعزائنا المشاهدين مثل ما شفتوا الله سترني شايفين تبوسين بيه كانت خلت تقضينا على سنين الاسم الكريم احمد ابو جعفر احمد ابو جعفر ابو شهاب شو تحب بتقدم رساله اللي ياذي امه والله الله لا يوفقه ليأذي امه وكل شيء بالمثل زين كل شيء بالمثل ياذي امه وابوه هم يكبر وهم يسوي بيهم كل ما تفعل تجازه
هذا دين بدين، شو سب امك خباش عقبه هم جهالك يسوون بيهم. زين هاي سلسله مال الحياه كلها واحد ورا الله. بس ابو من ابو فاطمه. ابو فاطمه شنو انت من يهمك صعدت عندك الغيره يا حماه؟ شنو فهمني ترجف؟ ليش ترجف؟ ليش ترجف ابو يا؟ صار الاسبوع من توفى. حبوا أباكم، حبوا أمهاتكم قبل ما تخسرون. الله يعطيكم طول العمر. أعزائي المشاهدين، مثل ما شفتوا الجماعة هنا أبو فاطمة ما تحمل قام يبكي، وإحنا طبعاً دموعكم غالية علينا. وهنا الأخ ما شاء الله أخذنا برا، ما يحب يتفاهم جوا كله برا. هسه أبو فاطمة إحنا نريد نعرض. شو تقولون نعرض؟ ها حبيبي. حلقة نعرضها؟ عرض الله يعطيك. بدون قلبك أبو فاطمة. أعرض. أعزائنا المشاهدين مثل ما شفتوا مو كتلة بعد أبو فاطمة ما أقدر، تحياتنا لكم.